مع إعلان الشهر العالمي اللي هو شهر أكتوبر للتوعية على أمراض سرطانية مثل أمراض سرطان الثدي، اليوم رح نحكي مع دكتور سامر ديبا وهو رئيس قسم الجراحة بمركز كسروين الطبي أو الكي أم سي. صباح الخير دكتور سامر وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. موضوع كتير مهم لأنه قد ما عم بيكون في توعية قد ما للأسف عم يدل في نقص بهذا المجال، يعني أو في ثغرات إذا فينا نقول. نعم unfortunately. هالمرة بدنا نحكي عن حملة كتير مهمة عم تقوم فيها الكي أم سي بمنطقة جونية نهار أحد لكل العائلة لحتى تقدر فعلا يكون فيها التوعية نعم. الكبيرة على أمراض سرطان الثدي. نعم. الحملة اللي عملتها الكي ام سي لتساعد بالتوعية ضد سرطان الثدي هي مش بس هيدا النهار، عاملين حملة بتضلها لآخر السنة. يعني الكي ام سي عم بتعرض تعمل كل الصور السكريننج حتى نعمل الانذار المبكر للصدر كلهم لآخر السنة بهاف برايس، وأكيد نهار الأحد عاملين ايفنت يلي هي مش بس انه لنوعي كرمال البريست كانسر حتى كمان نضلنا فيلثي هيلثي وفيت سو نضلنا نشيطين وعندنا نعمل رياضه سو من خلال الرياضه بدنا نركض ضد البريست كانسر ران اجينست بريست كانسر من مجمع فؤاد شهاب للكي ام سي. فينا نركض، فينا نمشي، فينا نستعمل بايك، فينا نستعمل حيالله وسيله نقل نحن بدنا نشتغل فيها ومفتوحه لكل الاعمار ولكل العائله، وعاملين ايفنت نهار الاحد. نحن كمان بنحب نشكر بلديه جوني وغزيره ساعدونا كثير لانه هن كمان بدهم يوعوا العالم بالمنطقه وبكل لبنان من خلال مساعدتنا نعمل هالايفنت هيدي حتى العالم تفهم ليش نحن عم نركض ضد السرطان والتوعية ضد السرطان. هلا مثل ما ذكرنا انه قد ما عم بيكون في توعية كل الوقت سنة بعد سنة، انما عم نضل نركز على هذا الموضوع لانه التشخيص المبكر كثير اساسي بهالموضوع. نعم. بهالموضوع وخاصة وانه ممكن يشكل نسب شفاء كلي من هالمرات لما بصير في تشخيص مبكر. نعم. هون اذا بنحكي فعلا على طرق الوقاية، يعني عم تتقسم اذا فينا نقول شرائح العمر عند السيدة بحسب عمرها. نعم. بحسب كمان طريقة فحصها كمان السنوي. نعم. اذا فينا نقسمهم دكتور لحتى نوضح فعلا المشاهدات شو لازم يعملوا. أكيد قبل ما ينزلوا على المستشفيات والمراكز التشخيص أهم شيء كمان المدام هي بالبيت تعمل فحص النفسي وبتعرف حالة دايما هي وبتعرف جسمها كيف هو، وأهم شيء يكون الفحص من بعد العادة الشهرية. أيه. للي عندهم العادة الشهرية بعد ما قطعتهم، لأنه بيكون الصدر نفس وراح منه كل الهرمونات والتورم اللي بيصير خلال العادة، بيفحصوا حالهم هني بيعرفوا حالهم اذا في شيء تغير بالصدر بالجلده بالتكستشر تبعه، شيء دملي ما كانت مبينه بينت، حيلا شيء ما كانت هي على عاده عليه وتغير عليها، ساعتها هيدا كمان انذار كمان اكثر ممكن لازم تنزل عند الجراح العام اللي هو بيشتغل بالصدر. بعدين في جايد لاينز بيجونا من امريكا ومن اليو كي انه شو احسن طريقه لنعمل التشخيص المبكر. الكشف المبكر. التشخيص المبكر كثير منيح للست لانه بيساعد جدا على نقرب ونعلي نسبه الشفاء. صح. من سرطان الثدي. سو تقسمت لشرائح عندنا من بين العمر ال 40 لل 44 فينا نعطيها التشويس يعني الاختيار للمدام انه تعمل كل سنه او كل سنتين، بس من عمر ال 45 لل 54 بهالعشر سنين هولي لازم تعمل كل سنه ماموغرافي اللي هو التصوير الثدي، وبعد ال 55 فينا نطلع للسن مره كل سنتين او مره كل سنه اذا في اي ريسك فاكتور، يعني في بعض الحالات عامل وراثي مثلا في بعض الحالات بتزيد من نسبه انه يصير في عندنا بريست كانسر. سو اذا لهول المرضى بنصير كل سنه بعد ال 55، ولهول المرضى بالذات كمان خاصه العامل الوراثي لما يكون عندهم اخوات او هن من قبل كان عندهم مشكله بالثدي او سرطان بالثدي او بالاخوه او بالخالات او بالعمات كذا وحده عندهم سرطان المبيض اللي هو نفس العامل الوراثي. أيه. نفس الجين البي ار سي اي جين، ساعتها فينا نبلش من عمر ال 35 نعمل مامو او الترا ساوند. حيلا تصوير من اقل من ال 40 فينا نعمله للناس اللي عندهم عوامل بتخلينا نطلع اكثر وننتبه اكثر انه يصير عندنا سرطان الثدي. وهذه بتبلش عمر ال 35. طب هون كمان ذكرت دكتور سامر هذا الشيء ما بالعاده كثير بيحكوا فيه، الارتباط الوثيق بين سرطان الثدي وسرطان المبيض، يعني هون كمان ما بيفكروا انه كيف ممكن يعملوا فحوصات بكير حتى يقدروا يكشفوها بشكل سريع. نعم. يعني هذا الشيء ما كثير بينحكى عنه. نعم الارتباط هو عامل الوراثي، الجين الوراثي اللي بيعمل سرطان الثدي هو نفسه اللي بيعمل سرطان الاوفيريان كانسر ببعض الحالات. سو في ارتباط بيناتهم. نعم من هيك لما يكون حدا عنده تشخيص سرطان المبيض بننتبه اكثر
لإله لعائلته أو العكس حتى أو العكس لإله أو لعائلته حتى نعمل الفحوصات التشخيص المبكر لسرطان الثدي. وكيف ممكن يصير كمان التشخيص المبكر لسرطان المبيض يعني؟ بيعملوا لهم ألترا ساوندز بعتقد، مش اختصاصي بس بيعملوا لهم ألترا ساوندز، عندهم في لهم كمان جايد لاينز بيتبعون. طب هون دكتور لما عم تشوف هلا مثل ما عم نقول إنه سنة بعد سنة عم بيصير فيها الحملات التوعية، قديش عم بتشوف فعلا السيدات عم بيروحوا يتجهوا يعملوا هالفحوصات؟ لانه في سيدات للاسف بعضهم لغايه اليوم هذا الشيء كثير بيزعلنا، انه بتقول سيده انا خايفين اروح عشان ما يكون في عندي شيء، وهذا أسوأ شيء يعني. كثير غلط كثير غلط هالتفكير، هيدا تفكير كلوزد مغلق، بالعكس لازم الواحد يكون منفتح على الامور هيدي لانه لصالحه. مش انه رح نعملنا صوره شوي بتضايق رح يصوروا لنا صدرنا او يمعصوا لنا اياه رح تضايقنا ولا، بالعكس لانه اذا لقيناه لهذا المرض على بكير احتمال الشفاء منه اعلى بكثير من انه اذا لقيناه مأخر. واجمالا اذا ما عملنا الصور بيمشي على اللس وما بنحس فيه غير ما يكون طلع من محله ووصل على الغدد الليمفاويه، بتصير عندنا مشكله اكبر بكثير. هذا تفكير مغلق لازم يتغير، وكل هالامور عم بتصير لمصلحه السيدات، صوره صغيره بتغنيك عن مشاكل كثير كبيره بالمستقبل. صحيح. لا سمح الله تكوني من هالواحد من تسعه اللي ماشيين على الطريق اللي معقول يكون عندهم سرطان الثدي. هون كمان دكتور اذا بنرجع بنركز على حدث نهار الاحد، يعني هلا الكي ام سي او الكسروان ميديكال سنتر اللي هو عم بيكون بالتعاون مع الجامعه الامريكيه ببيروت يعني. نعم. حتى الفريق الطبي كمان تقريبا. نعم كل الفريق الطبي من الجامعه هونيك بيطلع بيغطي مستشفى كسروان، هي الكسروان ميديكال سنتر هي اكبر افيليت للجامعه، وكل الحكماء بكسروان ميديكال سنتر يا من الجامعه يا منقيين من الجامعه. ايه سو هذا كثير منيح يعني هون، لانه بنعرف قديش الجامعه الامريكيه ببيروت هالضغط الكبير اللي بيصير عليها بمنطقه الحمراء، يعني هون كمان صارت عم تقدر تغطي احتياجات لمناطق اخرى مثل كسروان وكل المناطق المحيطه فيها. اكزاكتلي هذه كانت الغايه من المستشفى، انه نطلع مستشفى جامعي ضخم جدا من مناطق صعب كثير الوصول عليها وعشقه كثير وعندهم اوفر فلو كثير لمناطق ما عندها كثير سيرفيس بعد من الناحيه الطبيه، ونعطي فيرست كلاس ميديسن بهالمناطق اللي ابعد من بيروت. الحدث اللي رح يصير نهار الاحد ان شاء الله بدءا من 9 الصبح بمدينه فؤاد شهاب الرياضيه بجمونيه، قديش رح تكون كمان فعلا اذا فينا نقول يعني توعيه كامله لكل العائله لحتى يكونوا عارفين انه هذا الشيء فعلا لازم يقوموا فيه؟ يعني رح يكون في مثلا لتسي محاضرات او حدا رح يكون موجود حواليهم يعرفهم اكثر؟ نعم رح يكون في اكزاكتلي رح يكون في فلايرز، رح يكون في ناس عم تحكي، رح يكون في مرشدين، كل الحمله بانريات افري وير حتى تفرجي العالم وتبرهن العالم. وذا مير فاكت انه العائله كلها عم تنزل على هالإيفنت هيدي، بتصير التيتا بتعرف، جده بيعرف، العم بيعرف، الخالي بتعرف، توعية وتوعية أكثر وأكثر. مزبوط، وهذا هو الاساسي. وتم تسميتها كمان البينك بروميس كمان هلا، لانه هي بنعرف انه الشهر الزهر هي الشهر العالميه ضد البريست كانسر. نعم وهون في وعد فاذا من خلال هالبينك بروميس انه يصير في مثل ما قلت هالتحرك الكبير لكل هالاشخاص انه يروحوا يزوروا المستشفى. لما بيروحوا على المستشفى هالنهار شو راح يكون، كيف راح تكون يعني نهار زيارتهم بالمستشفى؟ اكيد راح يستقبلوا بالمستشفى مع بانويات ومع بروشورات ومع امور بس بتدلهم اكثر على التوعيه وعلى كذا، وفي ايفنتس محضره بنهارتها لتنعمل للافراد العائله كلها. ومثل ما ذكرت يعني الشهر كله رح يكون مكرس، بالاضافه لنهايه السنه رح يكون فيها الفحوصات. نحن بالكي ام سي لاخر السنه وي ار اوبن لبنص السعر انه نقدم فحوصات التشخيص المبكر للسيدات اللي بتفضلوا عنا، وكمان الجسم الطبي ان سبورت بيدعم هالامور هيدي حتى لا سمح الله اذا لقينا شيء بده شغل اكثر، الجسم الطبي كله متوفر ليامن الخدمه الطبيه اللازمه. بدها تكون مع ورقه طبيب لحتى تروح لعندكم ولا لا فيها دغري تتجه على عنا وتحت بالراديولوجي دغري بيعرف شو بدهم يعملوا له؟ وكمان بدنا نقول شغله دكتور ديبا كمان عن موضوع الامراض السرطانيه والاورام الخبيثه، يعني هلا هون عم بتصير التعاطي مع هالموضوع بالكي ام سي، انما بموضوع الجامعه الامريكيه كمان قديش ممكن هالشيء يطبق بالمنطقه هون ببيروت؟ ما حسب حد علمي الجامعه عامله اي حتى تعمل تساعد بالهيدا، بس كمان كل هيدي الخدمات متوفره بالجامعه الامريكيه، اكيد في عندنا بريست يونت هيقلي وعندهم كمان كل الحالات كل الامور والتكنولوجيا اللازمه لنعمل التشخيص المبكر. طب هون كمان دكتور سامر بموضوع الامراض السرطانيه، يعني هلا حضرتك جراح عام اذا نعم. فينا نقول وتخصصك كمان مش بس يعني مش له علاقه هلا تعمل انت كل انواع الجراحه بس نحن جراحين عام اكيد، بس هلا الطب صار كله تخصص وتخصص. ايه الجراح العام بيعمل كل عمليات الجراحه العامه، بس كل واحد صار ولازم يكون هيك يكون عنده سب سبيشالتي يشتغل فيها. انا
اي حضرتك كفي. انا إيه؟ انا جراح قولون ومخرج، وهون كمان يعني ممكن تعمل هالعمليات عم تعملهم لانه بحكم انه في اوقات حاجه لهالموضوع. كل جراح عم بيقدر يكون عنده اللي عنده تريننج المضبوط، التدريب المضبوط، بيقدر يشتغل بسرطان الثدي وبيكون مدرب كيف يعمل كل عمليات سرطان الثدي. طب الامراض السرطانيه هون لما بنحكي عن نسب متفاوته بين هالامراض السرطانيه، مين بنقول انه بيحتل يعني سرطان الثدي بعده عم بيحتل المركز الاول؟ بلبنان هو المركز الاول، بامريكا هو المركز الثاني. واللي بعده شو بيجي من بعده تقريبا؟ عند النساء وعند الرجال بيختلفوا. بيجي بعتقد سرطان الرئه عند الرجال البروستات. طب هون كمان بالنسبه لمواضيع العلاجات يعني اللي بتصير، انه دائما السيده كمان بتخاف انه بس بدها تعرف شيء مثلا لا سمح الله انه عندها هالمشكل بتصير بتخاف من المضاعفات اللي بدها تصير من بعدها، يعني غير اكيد المراحل النفسيه اللي بتقطع فيها، انما نعم. بعدين شو بدي اعمل علاجات ادويه، العلاج الكيميائي، الاثار اللي بدها تصير من بعدها، قديش عم بتحس انه الاشخاص عم بيصيروا مستعدين او محاطين بناس قادرين يدلون كمان انه ما تخافوا؟ صار في علم عند الناس لانه هيدي حالات في منها كثير، سو كل واحد بيعرف حدا بالعائلة أو أصحاب أو شيء عنده هالحالة هاي، وصاروا يعرفوا العالم أنه التكنولوجيا تقدمت كتير. هو بالجراحة، هو بالطب، هو بالأونكولوجي بطب الأمراض، لنخفف كتير المضاعفات اللي كانت كل العالم تسمع عنها بس كنا عم نحكي بالثمانينات وبالتسعينات. الطب تغير كتير أكيد. هلأ بعد العمليات صار في حبوب ما بتأذي وما بتعمل لا بتر الشعر ولا بتأثر شيء على الإنسان، بيعيش حياة طبيعية، بياخدهم أدجوفنت لمدة 5 سنين من بعد التشخيص والعمليات الجراحية اللي بتصير. حتى العمليات الجراحية تقدمت كتير وصرنا نعملهم إن كونجنكشن بالشغل مع زملائنا جراحين البلاستيك سيرجنز، جراحين التجميل. في بعض الحالات دغري نستأصل المرض ومنجمل حتى ما تحس المدام انه تغير البادي فيجر تبعها. سو كثير تغيرت الامور وكثير ساعدتنا التكنولوجيا الجديده. من هيك الحس انه دائما لازم نروح على التشخيص المبكر ونعمل نمشي حسب السكجول اللي قلناه قبل شوي، لانه كثير بخفف على المدام هالعناء اللي انت قلتيه انه والستريس اللي بيصير معها لما يصير التشخيص وارد. بالاضافه ايضا للمضاعفات الجسديه اذا فينا نقول والنفسيه، المضاعفات اللي بتصير على الصعيد المادي، يعني هون كمان بيعتلوا هم الكلفه الماديه اكيد اللي هي يعني كل الاشخاص ممكن يعتلوا همها وكل واحد بيفكر فيها خاصه بظل الظروف الاقتصاديه الصعبه. نعم. قديش هيك امور يعني هلا المستشفى الكي ام سي عم يساعدهم بموضوع الفحوصات؟ نعم. انما بموضوع بعدين الادويه، العلاجات، الجراحات او العمليات الجراحيه، قديش ممكن كمان تكون كلفه عاليه او ممكن كمان مساندتها من قبل جامعات أو من قبل مثلا مستشفيات أو من قبل وزارة الصحة؟ دايما في فاندز بالمستشفيات موجودة بيكونوا تشاريتي فاندز بيساعدوا هالأمور كتير. في فاند كتير كبير بالجامعة وكل الحكمة بيساعدوا بهالأمور هذه. لما نوصل لهذا التشخيص هذا الأمور المادية بقى تصير ثانوية. دايما منلاقي طريقة نساعد المريض، ما منترك مريض عنده لا سمح الله تشخيص حالة سرطانية ينزح الطريق وما نساعده. بكل مستشفيات في فاندز تشاريتي فاندز بتساعد بهالامور هذه. سو منيح يعني الحمد لله، حتى مثل ما بيقولوا بعد الدنيا بألف خير خاصة بموضوع الأورام الخبيثة. We try our best. إن شاء الله أكيد، لأنه ما في شك أنه هو بشاعته لحاله لأنه هو يسمى ورم خبيث وهذا الشيء أكيد بعده موجود، بس مثل ما قال التشخيص المبكر هو الأساس ومنضل منشدد عليه مع 3 شحطات تحته 100%، لأنه هذا كتير كتير أساسي بتشخيص أي مرض وبعلاجه كمان بالنهاية والشفاء التام ببعض كتير بكتير من الحالات. نعم، إذا التشخيص كان كتير بكير ستيج 1 يعني بأول درجات المرض في شفاء تام بعد 5 سنين. أكيد. نحن بنذكر كل المشاهدين أنه حملة بينك بروميس اللي راح تكون راح تقوم فيها الكي أم سي أو مركز كسروين الطبي نهار الأحد المقبل من 9 الصبح بمدينة فؤاد شاب. وأهلا وسهلا بالجميع. الرياضية أكيد فيكم تطلعوا تمشوا تركضوا تركبوا على البيسيكلات، كل العائلة مدعوة لتروح تزور الجامعة أو المستشفى ولنهاية السنة فحوصات بنص السعر بالمركز. نعم. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لك. رح نتابع محطاتنا، خليكم معنا.